وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل كريم يقول: هل يجوز تشجيع الناس وحثهم على السواك بحديث صلاة بسواك أفضل من 70 بدون سواك؟ نقول: أخي الحبيب المبارك، السواك ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل السواك فيها غنية وكفاية. ولذلك هذا الحديث الذي تفضلت بذكره حديث لا يصح، بل قال يحيى بن معين باطل، ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وقال يحيى بن معين يقول: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. وأيضا صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وأيضا حديث لا يصح. وهذا الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن ابن عمر وابن عباس وأنس وجابر، وعن نافع مولى ابن عمر مرسلا، وعن حسان بن عطية من قوله ومرسلا أيضا. وكل هذه الطرق التي نحن ذكرناها جاءت في مسند الإمام أحمد، وعند ابن خزيمة في الصحيح، وعند الحاكم في المستدرك، وعند البيهقي في السنن، وكلها لا تخلو من علة قادحة لا تجبر، من علة قادحة لا تجبر. ولذلك إن من القواعد المقررة أننا إذا أردنا أن نحض الناس على اتباع الدين والسنة فبالصحيح لا بالضعيف المكذوب، فبالصحيح لا بالضعيف المكذوب، فإن في الصحيح غنية وكفاية. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الكذب عليه، فقال في الصحيح: من كذب عليه متعمدا فليلج النار، وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال: من روى عني حديث ويعلم أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: أحد الكاذبين، وفي رواية: أحد الكذابين، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فعلينا دوما أن نحض الناس على الصحيح من السنة بالصحيح من الأحاديث، لا بالضعيف والمكذوب. وجاء أيضا صلاة بسواك تعدل 400 صلاة بغير سواك، وكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ويخرج من ذنوبه كما تخرج الشعرة من العجين، وإن خرج الدجال لم يكن له عليه سبيل. جاء من حديث أنس وعند الديلمي، وعزاه السيوطي في الزيادات على الموضوعات من طريق موسى بن هلال عن أنس. وهذا حديث أيضا حديث باطل موضوع لا يصح، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ومنهم من قال: ركعتان بسواك فيهما أفضل من 70 ركعة بغير سواك، والسواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الإيمان. هذا راه محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكره ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، وهو حديث تالف لا يصح، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. بل قال ابن عدي في الكامل، قال عن أحد الرواة هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن الفريابي به، قال يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل. الحاصل أن ما صح خير ممن لم يصح، وما صح في غنية وكفاية. وعلينا أن نعلم الناس السنة بما صح، ونترك ما لم يصح، وإن الرجل لا يكذب ويتعالى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويكفي أن نذكرهم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما عند النسائي بإسناد صحيح عن عائشة: ولولا نشق على أمتي لمرت بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية: مع كل صلاة، فهو سنة وقربة، إلى غير ذلك. فلذلك نروح نحض الناس على الصحيح لا الضعيف والموضوع والباطل.
اللهم ارحم ابي واخي وعمي وجماعه المسلمين وفضلتي وارزقني بالرحمه ويسر الله واغفر ذنوبنا وتولى امرنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعني بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.